والله ابو عباس هذا مرتضى ويلي ويلي اقول لك عزيزي انت طالع كثر الدولي ايه انت تدري ابو عباس موجود على الدولي ما ادري والله ما متاني نغاد هسه اه والله خابرني من ساعة يا ناس انت قد التحدي قدها خافي علسك يا ولد لا انا على المليون هاي آه هي نتلاقي خوش حسي اي والله ابو عباس هذا مرتضى ما يروح اي ما حد يطلع لنا بهذه على الدولي بروح ابوك ابو عباس بروح ابوك ايش قد تمشي بروح ابوك 180 ويا ماك دقيت وراك انا مليت مال حقتك 180 عم حبي عود مفتوحه سيارتي لا انا سيارتي قبلت والله مفتوحه دقيت خلي بيعود مفتوحه قلت لك لا تلح حياهم والله هلا بيهم هلا 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 السلام عليكم اعزائي المتابعين الكرام اليوم طالعين كشتي وسوينا هنا عشاء شنو المناسبه؟ المناسبه مرتضى دخل 5000 5000 سوينا ذبيحه كان يدخل 10 شنو يذبح لنا دوابش خلي وصلونا 10 وصلوا 10 مشاهدين وصلوا 10 مشي عليكم ابو عباس هلا 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 يلا الرابط بالوصف التعليق المثبت حيا الله شباب اهلا وسهلا حيا الله الباشا الله يقويك اهلا وسهلا والمكان كلش حلو هنا الجو اليوم بهواء وبارد اخترينا هالمكان اللي هو بم المعارك ابو عباس شلون هالاجواء اليوم؟ اليوم الاجواء روعة طبعا هالمكان اللي اختاريناه هو ذكرياتك كلها بيه كل ذكريات هنا خلص هنا اي خدمت هنا حتى عسكريتي هنا خلصت شي اليوم مجهز لنا شيء جديد؟ ان شاء الله ان شاء الله هاي هي كل شيء موجود طبعا بمناسبة دخول مرتضى المجاهد 5000 مشترك قرر يجيب لنا هاي الذبيحة وان شاء الله اذا دخل 100 راح يجيب لنا بعير ترتيباتنا كلها جايبينها ويانا حيا الله عبد الرحمن نفتقد العزيز طبعا محمد الزيتي اي والله ملتزم بالدوام وما قدر يجي انا اكل مكانه وضياء ومحمد أصدقائنا أهل التبريد نفتقدهم والله أحمد الزرجاوي امتحانات أحمد الزرجاوي بركاته مشغول يلا البركة بالموجودين حيا الله أبو نرجس يا أهلا وسهلا يا بعد روحي أنت طباخ مالتنا أبو نرجس مشتاقين له من زمان ها الله محييك حبيبي ابو ماما شنو الاكل اليوم والله اليوم فطح احنا تونا بلشنا بالشغل ما شاء الله الله شوفه محمد وال محمد هذا كله مفطح ونعومك معقيد حبيبي المرق اليوم شنو سوف كله بالمرق المرق الباني طبعا كل المتابعين هم يحبونها وهي المعروفه وبدايه موسم هسه هي الباميه باميه وخلي عليها هليه تخينها شويه ويلي شو تصير تمن ابيض وملون ثلاث الوان كل حبايه هيك شيء شو يصير تمن ملون يصير مو ملون تضل تسلج والله شنو تمن ملون هو زبي ملون احنا وان شاء الله احسن شيء ينيل اعجابكم حياك الله حبيبي حياك الله شنو ابو عباس وين نايم على شاطئ الفرات
ابو عباس حياك الله شنو هي اليوم متونس على شاطئ الفرات بعد الشص بس شنو هاي الزباله اللي يمك مالك شغل ها والله هذا كله فضلات عراقيين يوم الشص حاطه الشص الشص واو واو ها شنو ناقرتني لا تعبلت شوف اللي ترى جيب جيب حط على الفراش جيب على الفراش ونفلسها شبوك وي على كيفك على كيفك خطير على كيفك هذا الذهب لا هي فكر عليك يا جوز هي صار ساعات ناقرك هاي وانت مكيف عباك سمسه بس تقدر تجدر تطلعين برا لا وشوفوا شو طلع حس بس ما تفك حلقها هي تقدر تفك حلقها بس كذا من راسها تفك حلقها كذا من راسها كذا من راسها كذا من راسها اي شي بس تفك بعد تروح بعداتي احسنت ابو عباس احسنت كافي كافي روح قدام منك هناك احسن لك لو ذب لا هاي بعد تاكل ها هاي بعد ما تاكل بعد شوفك واحد اكبر معي ها يلا قواهم الله يا شديكم حيا الله بنرجس أنا بالطباخ المعدل بعد روحي خل ركب لك المايك صرفنا شوي نرجس عيني شلونك ويا شلون قلبي مشتاقين لك طبعا والله احنا اكثر وتغريد ابو نرجس ملتهي بالشغل ما يقدر يطلع اي والله اطلع طبخ هالايام اه وين اي والله ذاك اليوم عرس ايه قالوا احنا ليش نجيب طباخ 250 ايه اخويا فتشلبوا بيا كلش قالوا انت دوم نشوفك تطبخ وينوف ولا واك قلت له ما نطبخ بس مو مالك مسؤوليه قالوا بالله وبيك احنا قلت لهم هاي هي جابوا لي 160 كيلو لحم جو احترق عندي انت ايش قد تطبخ؟ انا كيلو وين جوز ثلاثه اطبخ هيك مستعد اخويا قلت له ما نطبخ بس للاحتياط جيبوا فلافل لان جايتكم ما ادري هواي ايه ودراسك اخويا الدراجه مشتغله فورا بانزي قلت شو وقت مات الله صار الظافر عنهم لا بس انه بذاك العشاء خالي ايه وعلى جر اللحم هيك تطق بوجهي ولدي ها اللحم يربط اللحم يربط بعده ابو عباس موجود اليوم وياك ابو عباس اليوم منور ابو عباس ابو عباس عيني نوفل دائما انت نخلي الشغلات المهمه عليك اي المهمه اهم المرقه اعزائي المتابعين بعد وصيه ابو عباس لكم لا تقصرون بالاشتراك واللايك الاستاذ رضا ايه جبار ها؟ مرتضى ايه مرتضى ايه مرتضى ايه دس اسمي مرتضى مرتضى لا تقصر وين مرتضى باللايك والاشتراك وايد يوم المناسبة هي يعني هو محصل على 5000 مشترك هو انت وصلتهم 5000 ايه هم وصلوا 8000 ثمانية هسه احنا نريد نعثر من 15 ان شاء الله ان شاء الله لا تقصروا عنه الرابط راح اخليه بالتعليق اول تعليق مثبت راح تلقون الرابط صحيح دوسوا على الرابط واشتركوا اي وهاي نكتة للمشاهدين اي هذا كفد واحد شك مرتي توك قاعد اسافر انا الحاصل غافل في مال في مال لا رد دخل جوه الشربايه لبيت هي راسا الو اتصل بصاحبه ايش صاحبه قوم طب الغرفه قاعد فوق الشربايه قام سولف الرومانسيات وما شني قاعد اسال السؤال كنت حاشيني بصراحه اي يا معزاني وزوجك ابو جبار اي قالت له ما تطلع ابو جبار عز من عندك اي ويسمعون البواش حضر الشربايه ايه؟ نحيب
أصيلة أصيلة يا أم جبار، أصيلة أصيلة ما أعطيتي فيي. الله يطيح حظك حظ جبار وياك. أصيلة هذي فوق أصيلة وعلي حلوان. أبو روح أبوك صاحبنا بالتفصيل من دز عليك الآمر أنت وصاحبك، لأن صاحبك شنو ما يصلي أي ودز الآمر وسئله على صلاة الصبح شلون؟ أوكي مشكلة هذه لحظة ايه قال بابا للجندي ويا صاحبي هو دز عليكم اثنين دز علينا اثنين وسأل صاحبي قال كم ركعة الصبح صلاة الصبح قال ثلاثة اندست انا قلت له اثنين قال يا اثنين هو ثلاثة مو راضي مش اثنين ثلاثة مش راضي مضراض طبعا بعد ما فار وشلنا السفاره من عندي حسن خليل بصل حسن قاعدين هنا ابو عباس صار الليل وما صايد يقول هسه اكو عنده حركه ها آه شنو وين السمك مالتك؟ خاف شكلت هي؟ لا والله العظيم خاف من ذول يشكلون؟ لا والله العظيم شنو؟ هاي كارثه هاي هسه واصلك انت؟ هذا الموجود ها؟ هذا الموجود قلت له رب ارزقني ايه طالني رقك حط له ملح لازم ربع قيد يلا الا شاي على الجمر الا على الجمر بويا يلا ابو عقيل شوف انا اللحن تعال يا اخوي ابو عقيل لو ليش مساعد؟ ايه يا مرحبا شوف بدون ما اقول لك اي مرتب بدون ما اقول لك هذا عندي صاحبي المساعد مالته وياي غالب الدوام ولا العساوي شارع قلبه الا قيل اروح سوي المعجون يعني مو نجيب له الشغلانه ما يسوي المعجون شارع قلبه خلي شوف انا اشوف المساعد هذا شلون اي بالله مرتب المعجون واقف تسع صح استاذي ايش فيك؟ انت ابو يبقى مجال هذاك قل له يا معود جيب المعجون عاش على السمس اليوم استردين متوفر اليوم افطح انا واكلتش وانس علاقة اليوم كله افطح اليوم حطينا عليه ماي جاي سوى بعقيد ما جاي سوى بعقيد شوف شوي عند البنيه. اكو طاسه ستيل يمكن؟ ايه. يا راك احنا ما متفقين هيك. ما متفقين اقول لك. يا عز الله. مرتضى؟
هاي بعد نص الساعة. ايه. ما مستوي. هاي ما مستوي هيك. بالله العظيم ما مستوي. شلون استوى شلون؟ لا معدل انت ابو عقيد. اي والله كفو منك. هذا والله مليان من هالرقي. شنو ابو عباس انت يوميا جايب لك رقية بيضة؟ والله العظيم كله حمر رقي. ايه. بس اطقها على فت. هسه شنو هاي؟ شو تقول انت عليها؟ طيب حمرة تقصها ما شاء الله متروسة لايكات هاي صايرة طشار كلها ابو عباس خلصها هاي اللايكات موجودة ها؟ ايضا المرتضى اللي النص يلا ابو وين قناة وين قناة مرتضى؟ هاي المرتضى القناة ليش شو لايكاتها صغار هاي؟ بعدها هو بعد جديدة اي هاي لايكات بويا بس علي ليش هاي اللايكات كلها متجمعة بهاي الجهة؟ ها شوف هاي بس اهل الجنوب جاي يطول لايكات اهل الشمال ما جاي يطول لايكات مع الاسف ليش هيجي؟ ثبتوا وجودكم يلا اهل الشمال هاي شنو هاي بقاع؟ ها؟ هاي بقاع هاي من اهل العالم بالصحراء البدو اي هاي الوادي من عاش الصحراء بعدنا اي نعمة نعمة ابو عباس صديق اول مرة يجيب لنا رقية يبيعها ايش رقيتها؟ ابو عقيل قرار عنده مناشده اي مناشده لكم والله الصيادين اي احنا سبع سيرساتنا ثمانيه احنا يوميا نتغدى لو زوري لو مرقت عدس وهاي والواو مبيس بيها اخوي يوميا ما اخذ له ليش ما تدخل؟ كلام الواو بعد وين الحين؟ واحد ما عرف من قبل هو يمنعني لا بروح ابوه وعلي قال لي عوفن جاي خيخن اه خوش اجى خيخن يوميا خطيا ما ماخذ له سيفس ظل عزورة خالد ظل لا هسه راح اضوكي ريت الخاصة هاي ويلي ويلي هاي المتابعين كرار المتابعين هاي الف عافية لكم العافية عاشت ايدك والله العظيم 70 عافية 40 عافية حبيبي بعد حبيبي شوف الشحم شوف 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 سعد الله قلوبكم يا متابعين خصوصا الطلاب اللي جاي تدرس ورا 12 وتقرا سلامكم العافيه وندعي لكم بالتوفيق والنجاح ان شاء الله خصوصا طلاب السادس ان شاء الله كلها تنجح ان شاء الله ان شاء الله متعينون يشوفوا مرقيتنا اللي يشوف هاي المرقيه ينسى حتى الماده مالته لا يتابع ورا 12 ها لا يتابع لا يتابع انا اقول لك لا يتابع طق الشحم بلا شحمه شحمايه هاي شعر المرقة بعد ما هدرناها وخلنا نشوف لونها صار ويلي ويلي صدق ويلي ها صدق ويلي تفليش شنو با 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 هذا التمن عاشت لك ابو عقيل معدل معدل بوي لحظة بوي زين لحظة لحظة
من خضرك. نجيب لك طاسه سفري؟ ايه والشحم خالي. سعد الله قلوبك مع متابعين. بس شحم هذا. يلا تاخذ ابو عباس جيب هي ويستاهل الشيخ. ابو عباس يستاهل ابو عباس. مو عشاك هذا ابو عباس. عشا باسم. ابو عباس يستاهل ابو عباس. قدام الكاميرا بقول له. كل ما ابو عباس راح اموت اليوم. ابو عباس انا وين الصوره؟ حط مارك حط مارك. ثاني ابو حط قدام. الباشا يلا زعامة بعد روحي. مو شاك هذا مو لهنا يا حبايبي. وصلنا لنهايه الفيديو واتمنى الفيديو نال اعجابكم. سهامكم العافيه وانتظرونا حلقات جديده. تحيه خاصه قصي الحكام المرور. سهامك العافيه قصي. سهام قصي والمتابعين العافيه. جربوا لنا اللحم باقي. هاي لك عافيه. اي والله شوفك عزيز يا خالي. والله يا خالي جوز وين ما تدعموه مو بس عزيز اشوفكم وين اللحن. شوفكم عزيز يا خالي. والله شوفكم عزيز. منزل ما تقدر لها قوه. يا اللي طلع بالليل ولا طلع بالنهار.